بسم الله باسم الوطن كابتن تيم فانتا. افتكر انه كورتنا الليله مباراه جميله جدا يجمع ما بين تيم فانتا وتيم لتاتلير. المستوى التيمين كان في كانوا يعني كلهم الاثنين كانوا جاهزين، واتمنى انه ونحن كتيم فانتا كسبنا 3 نقطة، ونتمنى انه هارد لاك للتيم بتاتلير، ونتمنى انه يفوزوا برضه في المباريات الجايه عشان نلتقي، لانه كرتهم كره نظيفه، ونتمنى انه تيم فانتا بكل العناصر وكل الناس الموجودين نتمنى لهم برضه التوفيق، ونتمنى انه احنا يعني في غايه الجاهزيه وهنوصل لمراحل افضل يعني من كده. شكرا. تيم فانتا طبعا بيتكون من مجموع من الاساطير من منذ فتره السودان حتى فتره جنوب السودان، وبتمثل من اللعيبه او قدام اللعيبه على مستوى كافة الانديه، انديه على مستوى السودان في فتره الفات وحتى انديه على مستوى جنوب السودان. ونتمنى انه يعني وتيم فانتا برضه هو بيشكل نواه اساسي للرياضه الحديثه، وبيجمع قدام اللعيبه من كل احياء جوبا، من قوديله، من حياه لابرا، نمره 3، ومن كل احياء بتاعت جوبا. فانتا اصبح جسم رياضي بيجمع كل الرياضيين على مستوى جوبا بالتحديد او جنوب السودان، ونتمنى التوفيق في الكوره الجايه. وهذه الشكوى متعلقه بالمباراه بهدف لكل فريق. كرة تدور